سئل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون فوستر دالاس عن حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين فقال: دعوها للزمن، فأطفال فلسطين سيولدون في القاهرة وعمان والرياض ودمشق وبيروت، فلا تذكروهم بالبلدة والقرية والتلة والوادي، فينسون والكبار يموتون وبذلك تنتهي القضية. ولكن القضية أبعد من ذلك، ففي أزقة هذا المخيم الفلسطيني في بيروت وفي كل مخيم في الداخل والخارج الرد القاطع على هذا الكلام. حلم العودة حاضر دوما. شباب بالعربي سيتناول هذه القضية اليوم في ظل الجدل القائم بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس. سنتناول أحقية العودة والسبل الآيل لتحقيقها وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات. تابعونا. في البيت، في الشارع، في الاعتصام، في الإدراك، الجامعة، العمل، مع الأصحاب، في المدرسة، ألعب، أعمل، أقرأ، أكتب، في المظاهرة، دردشة عن السياسة والثقافة، الحالة الاقتصادية، عن البيئة، عن الحروب والإنسانية، عني وعن شباب 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 بالعربي. من مخيم برج البراجنة بلبنان أهلا فيكم. ضيوفنا لهالحلقة هن أحمد الأمين من مخيم البرداوي شمال لبنان، معنا محمد لافي من الأردن، معنا ابتسام سميري من غزة، وأخيرا معنا محمد سلام من مخيم برج البراجنة بلبنان. طبعا بشاركني بتقديم هالحلقة رويدة وهبة الله. شكرا مايا. حق العودة هو حق كل فلسطيني خرج من فلسطين بإرادته أو طرد من فلسطين عام 48 وما بعد بالعودة إلى فلسطين. هذا الحق موجود بالمادة 13 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والقرار 194 اللي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف يتعامل الفلسطينيين مع هذا الحق باعتباره حق قانوني وليس فقط حق أخلاقي أو إنساني؟ أحمد محمد. اول شيء بدنا نعرف نعيد تعريف حق العوده او العوده بفهم الفلسطينيين بشكل عام. العوده بالنسبه لنا قضيه وليس حق ممنوح بناء على شرعيه الامم المتحده او سواها من المجتمع الدولي، ما يسمى المجتمع الدولي الذي كان شريكا في تهجير الفلسطينيين. العوده بالنسبه لنا قضيه، حق مش ممنوح من حدا. حق لما تحولت لكلمة حق أتوقع صارت قابلة للتفاوض، قابلة للمساومة، كلمة طرحتها الإمبريالية لتساومنا عليها وفق نسميها بعض الترضيات، جوائز الترضية اللي بيكتسبوها السياسيين. لذلك العودة مرتبطة بالنسبة للفلسطيني بالتحرير، لا عودة بدون تحرير كامل وشامل لكل الأرض الفلسطينية. طب محمد سؤال، أنت من وين؟ من فلسطين؟ أنا من قرية اسمها بيت جبريل، قرية مدمرة في 48. بعد الحرب 48 ورحلة اللجوء تم تدمير القرية بشكل كامل. حاليا تحولت إلى محمية برية، مزارع، مشاتل. طب أنت ولدت بالأردن؟ ولدت بمخيم سوف بالأردن. وجدودك كمان جدك ولد أو والدك؟ لا، جدودي وأبوي ولد في الخليل خلال طيب سؤالي لك، ليش بدك ترجع؟ يعني شو السر أنه أنت هذه القرية ما شفتها ولا مرة، ما عشت فيها، ما عندك شعور تجاهها؟ شو السر أنه الفلسطينيين وين من كانوا هم الوحيدين اللي ما شافوا بلدهم ولكن عندهم حب كتير كبير لهذا الوطن؟ ممكن الفلسطيني بحد ذاته مش منعزل عن البشر، مش منعزل عن أمته العربية. في النهاية أي عربي مش مرتبط بالفلسطين لحد ذاته، لازم يرجع لفلسطين. عودة فلسطين الفلسطيني لدياره هو واجب عربي على الكل، لأنه ما متخيلش في وحدة عربية بدون تحرير فلسطين. والفلسطيني مشان يأكد على أنه مش مجرد لاجئ وعجب اللجوء، يعني ويرجع على وطنه ويثبت انه هو راس الحرب في التحرير وراس الحرب في وحده الامم العربيه. محمد لافي، انا عرفت انه انت من صفد، بدي اسالك نفس السؤال، يعني قديش انت مشتاق للعوده الى 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 فلسطين، وليش انت يعني عندك هذا الشعور انه تريد العوده مع انك يمكن ما شفت ضيعتك قبل؟ على فكره انا من صفد. عفوا، انا غلطت، احمد الامين، عفوا. تفضل احمد. اوكي، هلا اول شيء نحن الحنين للوطن الام بضل، لانه هذا الشيء نحن اخذناه بعتقد من الصغر.
ما في بيت بيخلى من الحنين للأم اللي هي فلسطين أولا. ثاني شيء نحن كعودي لفلسطين هي حق مقدس، يعني هذا اوريدي ما في مجال نحكي فيه اثنين. نحن بمعرفنا وتعليمنا الديني أول شيء فلسطين مصر الأنبياء، يعني هذا نحن في مجال نتراجع عنه. الشغلة الثانية هي مهمة والأهم، إنه ما في حدا اليوم بيترك أمه حتى لو قد ما كان في شرخ بعيد وقد ما كانت هي تفرقات عم تبعدنا شوي نحن عن فلسطين. فنحن اليوم حنيننا للأم لأنه ما في مجال أبدا نبعد عنها ولا لحظة، ولا فينا إنه نقول والله خلص نحن بعد أو ربينا هون بلبنان، أوكي يمكن هذا وطن ثاني، خلقنا هون ولدنا هون، في بعض منا مات هون، مش مختلفة هذا المبدأ، بس هي فلسطين بيبقى الأم لأنه، فهذا الأساس بل الحنين موجود، ما في مجال أبدا. بس شو بتحن بصفد؟ يعني هل عندك صور؟ هل عندك صور لجدودك؟ لكل شيء بصفد. من وين من صفد؟ من عرب زبيت قضاء صفد. أنا من الجعوني قضاء. آه راس تشرفنا. فهلا بمبدأ أول شيء اللي بنسمعه من جدودنا على الموجود بعرب زبيت والشيء اللي كانت موجودة عند العربان والتوافق اللي كان موجود بين الأهالي بصفد وبكل الدول بكل قرى فلسطين، مش بس بمكان واحد بصفد يعني. بيكون قرى فلسطينية. فيعني هذا الشيء اللي احنا من ضلنا من شوي بنحن له، هلا صرنا عم نفقده هون بلبنان، قبل كان موجود يعني بداخل المخيمات، يعني كانت هاي الألفة موجودة، المحبة اللي كثير كانت موجودة. أنا بعرف كثير من الفلسطينيين جدودهم اللي تهجروا من فلسطين وطردوا منها، بعدهم محتفظين بمفاتيح بيوتهم طبيعي. بفلسطين، بعدهم مفاتيح البيوت موجودين عندهم. بعدها موجودة حتى احنا يعني ببيتنا موجود أوراق تبتية للأراضي الموجودة ضمن فلسطين بصفد، أوراق الضريبة. هاي الشغلات بعد محتفظين فيها يعني جد عن جد عن جد، يعني هذا الشيء موجود بتوارث بالأسرة صار، يعني غير أن المفاتيح صارت لها حتى الأوراق، مع أنه نحن أكيد هلا مثلا عرب زبيد بصفد ما في زي ما حكى محمد منطقة مدمرة، ما في أي وجود لها، فبنبقى هذا الشيء مع هذا نحن بعد ثابتين وبعدنا بنتمنى أنه العودة ومعنا أوراق الثبوتية على أساس هي فعليا نحن مش أكيد هالأوراق يمكن ما بقى تعملنا شيء، بس نحن محتفظين فيها بس كأنه شيء من ريحة الوطن، شيء من ريحة البلاد. محمد سلام لك كمان نفس السؤال، المفتاح بعده عندكم بالبيت هون؟ صراحة نحن لا ما عندنا مفتاح، بس عندنا المفتاح جوا بالقلب، يعني نحن ما بننسى بلدنا وإلنا الحق بالرجعة لعيلة، يعني أول عن آخر بدنا نعود ما في. طب محمد هو كنا عم نحكي انه حنحكي طبعا محور كامل عن الوضع الاقتصادي للاجئين في الشتات، ولكن هل هو سبب يعني انت بتشوف انه مرتبط بفلسطين سبب منه انه انتم الفلسطيني غير مرتاح بدول الشتات؟ يعني عندما يكون مرتاح بيتغير شعوره تجاه العوده؟ طبعا بصير عندنا حافز اكثر لنقاوم اكثر من محل ما نحن موجودين، فالضغوط السياسيه والاقتصاديه اللي عم تنضغط علينا من الدول اللي نحن فيها دول الشتات او ايا كانت، الدول المؤقت اللي نحن حنعود ان شاء الله، دول مؤقتة هاي قاعدين فيها بس استراحة، هاي الضغوطات اكيد عم بتأثر على الشعب الفلسطيني، عم بتأثر على مستواه بالمقاومة لانه يرجع. طيب انا بس بدي اسالكم انه اذا ضياعكم بفلسطين هي مدمره وما فيها شيء، ضيعتك تحولت لارض يعني محميه بريه ما فيها شيء حاليا، ليه شو بدك ترجع؟ انه هلا اذا قالوا لك يلا احمل حالك ورجع على فلسطين، تترك كل شيء موجود انت عندك الحياه اللي بنيتها وتقول ايه يلا حارجع من هنيك عمر من الصفر حجره حجره البيت يلي انا فيه بالارض اللي هي منا موجوده؟ طبيعي اكيد انه اول شيء انا راجع بلد هي بلد لإلي، بعرف ما في حدا بيقاسمني فيها ولا 1%، يعني هلا انا شو ما عملت هون وشو ما اسست هون ما لي شيء. فهي ما لي شيء، ما بعرف امتى بقولوا لي يلا روح ارحل، او يمكن هي مع يمكن يعملوا تسويه او يعملوا اي شيء، بس لما راجع انا على بلد لإلي ما حدا ممكن يقاسمني فيها ولا حدا يقول لي شو عم تعمل. فاكيد انا هذا بيتي، برجع باسس من الصفر ومن تحت الصفر، ونحن كفلسطينيين تعودنا على هذا الشيء، يعني تهجرنا من فلسطين لتل الزعتر لشتيله للبرج البراجني للبارد للبداوي، يعني تهجير موجود بكل لحظه، يعني احنا وقت ما قلنا التهجير انتهى من 4-5 سنين رجعنا شفنا حاله تهجير من هذا من سوريا من البارد غير موجود كمان من سوريا يعني من سوريا للبنان ومن نهر البارد للبداوي، يعني من مخيم لمخيم صرنا عم نتفجر، وقبل هلا كان من تل الزعتر للمناطق الشمال، يعني هذا التهجير موجود، فنحن الحمد لله البنية موجودة عندنا ما في ابدا، يعني فاذا عم نطلع من مخيم لمخيم وعم نرجع بنأسس شيء، فكيف اذا برجع الواحد على بيته اللي هي بلده فكيف اكيد حيشتغل بشكل مش طبيعي. اكيد. ابتسام انت من غزة، بتتمني انك ترجعي على غزة بهالوقت؟ بحكم اني من فلسطينيين لاجئين 67 يمكن عندي ذكريات اكثر من زملائي لاجئين 48، يعني والدي خلق بغزة، أجدادي خلقوا بغزة، عنا أرض بغزة، في زيتون إلنا بغزة، دائماً عنا تواصل مع أولاد عمي وقرايب بابا، فبالطبع في هاي الصلة القوية
بين واحد مع أصله يعني. فأكيد مع كل عدوان على غزة بحس إنه يعني أنا في هاي المعاناة المشتركة بيني وبينه، إنه أنا كان مفروض إني أعيش بهذا البلد وأتشارك معه هاي المعاناة. تتمنى اليوم تكوني بغزة؟ أكيد. أحمد، أنت من صفد، و يعني بدنا نحكي شوي عن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما يعني نحن بنعرف قديش عملت صار في أخذ ورد بهذا الموضوع. شو رأيك على التصريحات؟ أكيد تصريحات، أنا كشخص فلسطيني موجود بالشتات ما بتناسبني ولا 1%. من أول شغلة أنت عم تلغي حقي بالعودة. ما بتقتنع إنه بس تشوف صفد عن بعيد مش تسكن فيها مثلا؟ مش بس تشوف صفد، إنه بس شم ريح التراب. يعني احنا من فتره طلع شاب صديق لنا على فلسطين زياره، كل الشباب نحن وصينا انه جبنا حجار وتراب من فلسطين. فكيف انا هلا وقت ما انت تيجي تقول لي عم تلغي الحق العودي، يعني عم تفصلني عن جسم الام، تقول لي انا الغاء حق العودي، فانا كيف بدي اتقبلك او اتقبل هذا الفكر اللي انت عم تحكي فيه؟ ولكن هو رجع قال انه هو ما كان هيدا قصده، انه مش ما كان قصده التنازل عن حق العودي لما صرح انه هو يرغب بزياره صفد وليس العيش فيها. يعني حتى مع تراجعه على الحكي او توضيحه يعني للحكي، انت ما بتتقبل هاي التصريحات؟ اكيد ما بقدر اتقبل، لانه انا بالنسبه لي فلسطين لا تتجزا ابدا. طب ما بقبل التنازل ولا حبه رمل. يعني حتى شباب، القضيه الفلسطينيه طبعا لها تاريخ طويل، ولكن في منعطف مهم في هذه القضيه هو منعطف اوسلو ب 93. فيعني من هون بدنا ننطلق انه في كمان جزء من الشعب الفلسطيني قد يكون عنده انتماءات معينه أو قبول بهذه الاتفاقية. بتظنوا أنتم كشباب موجودين تعني لكم هذا الأمر، ولكن أمر سياسي بحت لا يمت لكم بصلة؟ بسأل محمد. أول شيء بدي أعلق على حق العودة، إنه محمود عباس عم اعتذر بعد التصريح. هو من أول ما إجا هو ما عم بيعتذر، هو عم ماشي باستراتيجية جديدة لما يلغي حق العودة. هو ما بده يقول إنه أنا بدي ألغي حق العودة، هو عم بضله محتز بشيء اللي هو تحجيم حق العودة. لا، ليصير حق العودة هو 5000 اللي بدنا يروحوا على الضفة، المقتصر عليهم إنه يروحوا، وهم فلسطينية لبنان بس، سوريا والأردن ليس لهم حق بالرجعة. يعني فين يفوتوا أوضاعهم كتير منيحة، بقول إن 5000 اللي بدنا يروحوا على الضفة بس، هذا حق العودة عند محمود عباس من أول ما إجا وهو ماشي بهالنهج وهالاستراتيجية. ونحن أكيد أنا بلدي الزيب ولازم أرجع عليها، وما برجع إلا عليها، لا بدي أروح على الضفة ولا على غزة، إني جزء من بلدي بس بلدي الأساسي هو الزيب وجزء من فلسطين هو، وما برضى لحدا يروح يتخلى عنه. وبالنسبة لأوسلو، أوسلو كان المنعطف مزبوط تاريخي بحياة الشعب الفلسطيني. رغم الظروف هي أنا بلاقيها غلطة، يعني غلطة ولا تغفر أوسلو، ولكن هل كمان يمكن التعويض؟ لا، أنا ما بقبل تعويض. لا يعني تعويض هذا الخطأ يعني. بالعكس، يعني إذا مشينا بأوسلو، إذا اضطرينا إنه نمشي بأوسلو من 93 ل 2012، ب 2012 إجا محمود عباس بعد صغرنا أوسلو كمان، يعني الضفة وغزة 67 صارت بعد أقل من 22%، هي 9.1% صارت الضفة وغزة. يعني أنتم مش مع الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو؟ يعني كفلسطينيين بالشتات بنأكد على تمسكنا بحق العودة ونرفض أي حل سلمي أو غير سلمي لا يضمن لنا هذا الحق بالعودة إلى فلسطين، كامل فلسطين اللي هي الحدود التاريخية من النهر إلى البحر. يعني أنتوا ضد؟ أكيد ضد التحرك إلى الأمم المتحدة، ضد التحرك الدبلوماسي، يعني ضده نهائيا التحرك للأمم المتحدة. يعني هلا في، لانه في كثير اشخاص بيقولوا انه الحصول على عضويه بالامم المتحده هي بدايه لحتى الاعتراف بفلسطين كدوله. ما بعتقد ابدا، يعني ولكن بحدود معينه، مش بحدود معينه. اكبر مثال، اكبر دليل اللي هلا عم بيحصل بغزه، يعني من 4-5 أيام لهلا، يعني قلبت موازنه كليا، نحكيها بشيء واقع. يعني هلا صارت اسرائيل، يعني بالعاده نحن اللي كنا نركض ونحاول نعمل وساطه لتهدئه الوضع ولوضع تهدئة. هلا لا، بالعكس صارت القصة قلبت الموازين كلها. يعني كنا نقول السياسي السياسي السياسي، ما شفنا السياسة عملت شيء. هلا بالعكس الحمد لله رب العالمين، يعني أهلنا بغزة بكل الفصائل بكل الأطياف ما شاء الله عنهم، يعني الله يحميهم يا رب، قلب الموازنة كلها. هلا إسرائيل صارت عم تعمل وساطة مع الدول بالككل إنه حتى تعمل هدنة، فهذا الشيء اللي بين. لا بالعكس، هو الرد العسكري وهو
وجود السلاح والرد العسكري هو اثبت حل، اثبت تفاوض مع الدوله مع الكيان القاصر. ما ظني انه والله السياسي يعني هذا السبيل الوحيد انت تعتقد للحصول طبيعي على اكيد هذا اللي تبين. يعني معلش نحن من 67 ومن 48 من قبل هلا عم نتفاوض، وفي مين عم بيحكي بلساننا والعرب والجامعه العربيه والقمه العربيه ومش عارف ايش، وهلا هلا ما اخذنا نتيجه، بالعكس زي ما حكى اخ محمد يعني كل مرة عم بيصغر الحلم، كل مرة عم بيصغر الأمل والرجعة وحق الرجعة، كل مرة عم بيعطونا مساحات أصغر أصغر. هذا شفنا من التفاوض، ما شفنا بديل عن التفاوض، يعني ما شفنا شيء أعطانا شيء التفاوض. لأن محمد الفاني. كمان بتشوف إنه السبيل الوحيد للحصول على حق العودة هو السلاح والمقاومة أو في سبل أخرى؟ ولا بديل عنه أكيد. يعني الفلسطيني من بداية رحلة اللجوء، بداية رحلة البحث عن فلسطين، أكدها في الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، أنه لا بديل عن تحرير فلسطين كاملة ورفض الحلول التسويية جملة وتفصيلا. ما فيش غير الكفاح المسلح واللي بيرجع فلسطين. مسألة أوسلو ومحمود عباس مشكلتنا مش معها، مشكلتنا يعني هاي مثل ما بيصير في أي دولة في العالم، بيجي السياسي بوقع بتنازل، بتنازل عن إشي بخصه هو، أو حتى هو ما بيملك حق أنه يتنازل عنه. المشكلة عندنا المشكلة الثقافية، أنا بتوقع هيك إنه مشكلة ثقافية. الثقافية هي إنه إعادة تسمية الأشياء بمسميات. ما يؤسف له إنه إسرائيل صارت كلمة دارجة. يعني بتحكي إسرائيل، ما بتحكي فلسطين، ما بتحكي الكيان الصهيوني. بعض المفردات الشرعية الدولية، الأمم المتحدة، الدولة الفلسطينية. طب هاي كلها متأثر على الذهنية الفلسطينية، الذهنية الجمعية. احنا بحاجة لإعادة تكريس الثقافة الثورية في الشعب الفلسطيني ليأكد على انه العودة، يعني انا ما حررتها بس في تربية ثقافية رح تخلق جيل قادر انه يحقق العودة. طب محمد، انا كنت بالمقدمة عم بقول انه الزمن، كان عم بقول لوزير الخارجية الامريكي الاسبق انه الزمن مثل ما سمعته كفيل انه هو يحلل او ينهي القضية. طب نحن امام كمان واقع، ما بدنا كمان دائما نتخفى وراء الواقع الحقيقي. كل ما الوقت عم بمر كل ما صارت يمكن القضية اصعب، كل ما صار اثبات الحق اصعب للمجتمع كله. يعني اسرائيل طبعا الذي ولد في اسرائيل من الجيل الثالث هو بيعتبر نفسه يمكن اسرائيلي وهذه الارض هي ملكه. طب شو السبل الحقيقية الثقافية اللي ممكن تنشر الوعي في العالم كله انه لا، نحن من ننتمي الى هذه الارض مش هو للناس. شوفي، يمكن بتحكي الجيل الثالث، يمكن بنحكي قاعدين عن حوالي اشرفنا على 7 عقود من احتلال فلسطين، ونعتقد انه المساله صارت صعبه. لا، صارت صعبه. احنا عمرنا حوالي 8000 سنه وما كانت صعبه بالنسبه لهم، لانه في مرحله في ظروف موضوعيه خلت الاحتلال بالنسبه لهم امر وارد، من مؤامرات دوليه ومن خيانات عربيه كبرى. مساله التحرير مش صعبه بالمره، المسألة بس إعادة اعتبار للشخصية الوطنية الفلسطينية ضمن بوتقة الأمة العربية. ما بصيرش يكون فلسطيني ونقطة، فلسطيني لحاله، مجبور العربي يكون جزء منها. مش مجبور، لأنه من مصلحة العربي أنه يكون جزء من حالة التحرير الفلسطينية. مؤامرة التسوية على فلسطين مش جديدة كمان، حتى في من عقود سابقة في كان داخل القيادة الفلسطينية من يبحث عن الحل التسوي. يعني أنا بتذكر في خطاب مذكور في مذكرات أحد القيادات السياسية إنه كان يحتج على الفلسطيني اللي زي أحمد وزي محمد، اللي بيقول أنا بدي أرجع على قريتي. يقول يعني شو هالعنصرية اللي عندك، أنت بدك ترجع على قريتي؟ ارجع على أي منطقة محررة. هلا بتسمي لي رام الله محررة مثلا؟ مش محررة رام الله. غزة ممكن تكون محررة، غزة ممكن تكون محررة، بس مش رام الله محررة. اللي بفوت فيها العسكري بفوت على أي بيت على المقاطعة نفسها وبيعمل اللي بده. هذا مش تحرير ولا دولة. محمد، رح نتابع كل هذا ورح نحكي كمان عن أوضاع اللاجئين في المخيمات بعد الفاصل، تابعونا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. محمد، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن المسؤولية الثقافية للشعب الفلسطيني لإبقاء على حق العودة. يعني فسر لنا أكثر عن شو هي هذه المسؤولية، وكيف ممكن، شو السبل اللي ممكن نعملها للتوصل إلى هذه إلى هذا الحق. بدنا نعيد نشر الوعي الفلسطيني، مش الفلسطيني بمعنى الداخل الفلسطيني بس، الثقافة الفلسطينية على المجتمع العربي ككل. تحويل قضية فلسطين لمسألة، مش مسألة إنسانية. أعطيني أمثلة. يعني أنا عم أسألك تتقلي شو ممكن أنت كشاب فلسطيني تعمل. كشاب فرد بعملش إشي، كفرد. كفرد عمالي بشتغل عن عاطفة، عن وعي مسيس، عن
خلص في فلسطيني بده يفكر في فلسطين، هيك بصير زي انا واي شاب في الدنيا. طبعا نحن اليوم قاعدين مجموعه من الشباب، اذا اليوم نحن بدنا نطلع مثل حل او مش حل، فكره لحل معين، كيف معقول تفكروا انتم سوا؟ لوين معقول تتجهوا؟ اكيد كل الشباب بيشتغلوا هيك، ودائما وين ما كان ما بتوقعش في مخيم او في تجمع فلسطيني او في اثنين فلسطينيه بيلتقوا بدون ما يفكروا بالقضيه مع بعض، بدون ما يطرحوا حلول، بدون ما يجردوا الواقع انه شو الايجابي وشو السلبي فيه. الفكره بدي اياها تكون اكثر من هيك، انه نصل لحاله انه فرض قرار فلسطيني، انه الحاله في لبنان، الحاله في الاردن، الحاله في العراق، الحاله في سوريا، في وين ما كان في الدنيا، تأكد وتكرس على ثقافة التحرير، نشر الوعي، التحرير الأساسي، العلاقة بين الفلسطيني والبلد المضيف. القطر للأسف يعني هي حدود في الأخير مصطنعة، بس بدنا نعترف شوية إنه في إشكالية بيننا وبين المستضيفين اللي إحنا عايشين معهم. يعني مثلا في حالة صعبة في لبنان، في حالة في ناس في الأردن مثلا على سبيل المثال، ممكن الأردن أكثر مكان مرتاح بالنسبة للفلسطينية، بس في ناس بتحكي لا لازم نرجع الفلسطينية يفقدوا امتيازات موجودة، لازم يرجعوا يتعبوا، لا مشان يحس انه بده يحرر فلسطين. لا ما بتحسسني انا لما تجوعني مثلا، او لما انت تهيني، او لما انت مش عدوك انا. عودة تحرير فلسطين هو نهضة لبلدها، حقك كإنسان لا يرتبط بأنك لاجئ، يعني أنت هذا حق مفترض أنك يعني تقدمه. هو خلص يعني مسألة بدها تغيير ذهنية الناس. بدي أرجع معك ابتسام لمعقول صياغة حل شبابي اليوم لي يلعب دور في عودة الفلسطينيين. أنت بشو بتفكري اليوم لما بتقولي أنا بدي أعمل هيك حتى أضمن عودتي أو يمكن عودة أبنائي إلى 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 الأراضي؟ فينا بهاي النقطة نحكي مع كنا أنا محمد سلام ومجموعة من الشباب الناشطين. نرجع بالحديث لمحمود عباس لما تخلى ضمنيا عن حق العودة بخطابه. اجتمعنا نحن الشباب الفلسطينيين لنشوف شو بدنا نعمل هون. يعني قلنا طبعا يعني بعد الخطاب اجتمعتوا كلها مزبوط. وعملنا اعتصام كان على السفارة الفلسطينية وطلعنا ببيان في عدة مطالب لنا. أولا محاسبة كل مين بيمس بالثوابت الوطنية، وثانيا كان من ضمنهم يمكن انتخابات مجلس وطني فلسطيني بتمثل كل الفلسطينيين بالشتات وبالداخل. كان في شيء بعد محمد كده محاسبة محمود عباس من قبل حركة فتح، بما انه هو رئيس حركة فتح، وكان عندنا مطالب بكامل التراب الوطني الفلسطيني وحق الحق بالكفاح المسلح اللي بتضمنه لنا كل الشرائع الدولية والاتفاقيات الدولية، وهذا اللي صار قدام الأمم المتحدة اللي هي اعترفت لنا فيه. فأنت عم تخلى عن شيء، إذا الأمم المتحدة على زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعترفت لنا فيه، أنت مين لتلغيه؟ أنت مين لتمثلني أنا اللي بعدني ما انتخبتك؟ يعني أنت جيت وضع اليد حطوك، ما بعرف مين حطك، مين أنت لتمثلني؟ ميثاق الوطن الفلسطيني ينص على أن كل فرد فلسطيني يحق له الانتخاب أينما كان في أرض قبل التعديل داخل أو الشتات. والآن لدينا تمثيل دبلوماسي داخل لبنان، هاي السفارة الجديدة موجودة مطروحة، فلماذا لا ننتخب كأي شاب آخر؟ وهذا جزء ثقافي كمان. فأنا إذا انتخبت رئيس فأنا أكدت على حقي في العودة للداخل، هذا جزء ثقافي. وكمان نحن عم نشتغل بالنسبة للثقافة، عم نشتغل على إعادة مناهج التاريخ والجغرافيا لمدارس الإنروا، وهذا اللي عم نطالبه من الإنروا كمان نحن، وعم نطالبه من المؤسسات المحلية اللي عندنا هون المدنية اللي عندنا بالمخيم وبأي مخيم تاني، وعم بيشتغل عليه كتير مجموعة من الشباب كمان، وإن شاء الله نقدر نوصل ندخل تاريخ وجغرافيا فلسطين. شباب في حراك ثقافي كتير مهم جدا عم بيصير في الداخل وأظن كمان في الخارج، هن الهدف من هذا الحراك الثقافي توعية الرأي العام العالمي أو الشباب العالمي. يعني كل النشاطات الثقافية اللي عم بيقوموا فيها الشباب الفلسطيني بتكون موجهة لأنهم يحفزوا الشباب في الخارج في الجماعات الأجنبية ليعرفوا الحقيقة. هل أنتوا أحد هاي بتظن أول شيء إنه هذا يعني خطوة جيدة يعني مفيدة فعالة، وهل انتوا عندكم خطوات مماثله محمد؟ يعني ما مش شايفها بتضر، هيك مبادرات ما بتضر، بس ما لهاش جدوى، ما لهاش معنى. ليش ما لهاش جدوى؟ يعني ال- 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 اي يعني نحن انت بتعرف انه
لإسرائيل في السياسة عندها دعم من كل العالم، ولكن على مستوى الشعوب، الشعوب لا تعلم، قد تجهل حقيقة الأمر ما يحصل في فلسطين. فإذا أنت وصلت إلى هذا الشعب أيا يكن في هذه الكرة الأرضية، فهمت الحقيقة بطريقة ثقافية وحضارية وفنية، هل ما بتظن أنه له فائدة كبيرة؟ يعني أنا بدي أرجع لأدبيات الثورة الفلسطينية، التنظيمات عموما، خصوصا تنظيمات اليسار وتنظيمات يعني اللي كل التنظيمات عموما كانت في البداية كثير مهتمة في الثقافة، في نشر وعي في القضية الفلسطينية في أوروبا وفي الدول. في كتاب استشهدوا، في مثقفين استشهدوا في خلال سعيهم في هذا الوعي. بتوقع اللي كان اللي وصل القضية الفلسطينية لمستوى العالمية وحسس الناس شو في فلسطين هو العمل الفدائي المسلح. هذا العمل الفدائي هو اللي عمل لنا اصدقاء في ايرلندا، في اليابان، في المانيا. لكن عفوا، هني لو ما سمعوا بهيدا الموضوع او لو ما شافوا او لو ما حدا خبرهم ما كانوا لهيدا الشيء له فائده او له صدى. اكيد اكيد اكيد. بس يمكن في ناس بتعرف كمان يا محمد غسان كنفاني اكثر ما بتعرف يمكن مقاوم فلسطيني. عم بحكي انا الشعب اللي نحن بثقافتنا معروف، ولكن تقدر توصل الى الجميع، تقدر توصل بالثقافه قد يمكن اكثر ما توصل بامر. صحيح صحيح. بس للاسف غسان كنفاني مش بشهره محمود درويش، في قصائد محمود درويش اللي بتدعو ل يعني لا فكر بغيرك، وقصائد انا وريتها هاي مشهوره بالنسبه للغربي اكثر من ام سعد لغسان كنفاني، اكثر من ما تبقى لكم لغسان كنفاني. ليش؟ لانه في انتقائيه. القوه هلا في عند اللي بده تسويه، القوه هلا عند الصهيونيه العالميه. انا ليش بحكي انه هذا الحكي؟ لا انا مش ضده، بس انا بدي جناحي وازنه، بدي إشي اكد الحق بدون قوه ملوش معنى، الحق دائما بحاجه لمخلب يدافع عنه. عم تحكي عن العمل الفدائي المسلح، وانه انت اكثر من ما هن عم يقولوا انه نشتغل ثقافيا وننشر هالفكره ثقافيا اكثر من العمل، انت عم تشجع العمل الفدائي المسلح، ولكن الفلسطيني اللي موجود بلبنان او الفلسطيني الموجود بالاردن هلا عم بيصير عدوان على غزه وعم بيصير في اعمال مسلحه على غزه، اللي عارف ومؤمن بالفكرة الفدائية والفكرة فكرة العمل المسلح موجود هون، شو طالع أصلا بإيده هلأ يكون عم يعمل والحرب هلأ قائمة بغزة؟ شو عم يستفيد من هالإيمان بالعمل الفدائي بدون ما يكون عم يشتغل مثلا نشاطات بجوز فكرية وثقافية؟ عمليا أكيد مش طالع بإيده إشي، وإذا طلع في إيده إشي رايح تجي الرصاصة من ظهره، ما رايح تجي من قدامه. أول ما يصير الفكره اللي احنا دائما نحكي عنها بناكد انه على عروبه القضيه الفلسطينيه، لانه لازم النظام العربي ينسجم مع فكره المقاومه والتحرير. من غير هيك العمل الفدائي راح العمل الفدائي بعرفش يعني، كلنا بنعرف انه كان يتلقى الضربات الاكثر قسوه من الخلف وليس من الامام. صارت مجازر كثير من الصهيونيه، اكيد لا نبرئ ولا نطالب بمقارنه عربيه واسرائيليه في الموضوع اكيد، بس اللي المطلوب هو احنا انه نكرس ثقافه المقاومه. لما يطلع فلسطيني يحكي وهو الصوت العالي مثلا، بيحكي بالسلميه وبيحكي بالتسويه وبيحكي على الامم المتحده وبدنا نطلب وبدي اتخلى عن صفد وبدي اتخلى مش عارف عن ايش، طب هذا اذا هذا الصوت الفلسطيني هو الصوت العالي، كيف بدي انا اجبر العربي انه يكون شريكي في العالم؟ معناته لازم يكون في صوت اعلى. لازم يكون في صوت. طب احمد، طيب فينا نحكي شيء؟ انا بس هلا احنا بعتقد كفانا مراهن شوي على العرب، لانه لهلا من اول ما بلشت قضيه فلسطين لهلا ما ظني قدموا شيء او عملوا لنا شيء نحن كفلسطينيين. العرب كفانا شو احمد؟ قلت ما سمعت. كفانا مراهنة على العرب يعني مراهن. طبيعي، لان ما ظني عم بيقدروا يقدموا لنا شيء يعني. احنا عم بدنا نقول العرب ومشاركه العربان لان لقضيتنا الفلسطينيه او شيء يعني، احتراما للي حاول يقدم شيء، بس لهلا ما شفنا شيء من اي دوله عربيه. حتى هلا اليوم لا ترى تغييرا في المواقف العربيه؟ لهلا ما عندنا، ما شفنا شيء. يعني تراهن على نفسك؟ طبيعي اكيد. طيب. انا ما بقدر اراهن. نحن كنا بعدنا بنفس السياق عم نسال شو هي السبل اللي انت كفلسطيني كفرد فلسطيني مسؤول عم تشوف هذه القضيه وبدك تعمل الى هذه القضيه، انت مش مثل اي انسان عادي ولد ما عنده قضيه، ولدت انت والقضيه معك، فلازم يكون مسؤول عنها، شو الاشياء اللي عم تعملها؟ يعني هلا نحن العمل المرئي قبل يعني اعلنا دوله فلسطين على كانت الربط الفلسطيني، كانت بخط الصحافي. يعني هاي شغله من الشغلات اللي حاولنا نعملها لحتى انه نبين نحن ما بنتنازل ولا عن حب التراب. اعلان دوله فلسطين على كانت الربط الفلسطيني من البحر للنهر، يعني هاي شغله من الثقافه اللي كنا عم نحاول ننشرها بين الاجيال، لان هاي الشيء تغيبت يعني هذا الشيء. وهل بتعتقد حتى على خارج نشر الوعي اذا بتشتغل على قدراتك انت كفرد، انت شو دارس بالجامعه او شو دارس بتشتغل؟ انا عامل صندوقيه.
يعني حتى بشغلتك اذا بتظن انك انت بتحترف في العمل تبعك ما بتظن كمان يعني بشكل او باخر كمان انت عم بتفيد قضيتك عندما تصبح شخص أكيد ناجح اكيد هذا الشيء فلسطيني يعني ناجح اكيد هذا مبنى اثنين نحكي فيه بس ما هو احنا في عم نرجع على شيء ثاني اوريدي يعني هلا لما عم بكون انا ناجح بمجال اللي انا كنت فيه بهذا المكان اللي انا موجود فيه كلبنان كفلسطيني ناجح بلبنان عم بيجي منك كسر مقاديف ما اصلا احمد انتم مش يعني انا بعرف انه انت كمان تشتغل بالمجال الثقافي بالمخيمات طبيعي. الفلسطينيه يعني اذا بتخبرنا اصلا هيدا الجانب الثقافي اللي انتم عم تشتغلوه بالمخيمات قد ايه هو عم بياثر وعم بيكون عم يدعم القضيه الفلسطينيه هلا احنا يمكن لو ما في هذا الجانب موجود اصلا داخل المخيمات بكل المخيمات مش بس عنا اكيد كان وصلنا لمرحله انه نسينا شيء اسمه شو هي النشاطات اللي انتم عم تعملوها او شو يعني مثلا أو الفئات العمريه اللي بتتوجهوا لها يعني بكل الفئات ما في عنا احنا عم نخاطب جميع الفئات من عمر الاربع سنين لعمر 60-65 سنه يعني احنا على طول عندنا انشطات موجوده بكل المجالات يعني عندنا معارض عم تكون ضمن الجامعات اللبنانيه مش بس داخل المخيم عم بكون في عندنا معرض عن لوحات فلسطينيه فولكلوريه وشغلات عم بكون في اسمه عندنا شيء مسمى اليوم الفلسطيني بكل الجامعات عم بكون بجامعات الشمال هذا يعني بخلال الاشهر المقبله ان شاء الله بكون عم بكون في عندنا برامج توعيه عم بكون احنا على المحطات الفضائيه الداخليه داخل المخيم عم بكون عندنا في برنامج اكثر من برنامج عم كمان احنا عم نشتغل عليه يعني كمجموعه شباب بيحكي عن تاريخ فلسطين وجغرافيه فلسطين والتحرير وعن كل شيء يعني كل شيء مرق وكل شيء عم نحصل عن فيه يعني هذا الشيء عم نحاول احنا نوصل الوعي للشعب الفلسطيني للاجيال اللي هلا عم تنمو يعني هلا احنا المشكله شوي قلت لك صارت في بعد شوي عن القضيه الفلسطينيه لانه هل الواحد انشغل بحياته العمليه اليوم حياتنا العمليه صارت في شوي بعد فراغ فنحن على قدر الامكان عم نحاول نوصل هالرساله وعم نحاول نعمل شوي بعد الاطفال اللي عم تطلع هلا يعني هذا اللي احنا عم بكون رسالتنا ابتسام كمان بتشاركي بنشاطات العلاقه بالجانب الثقافي مع المخيمات الفلسطينيه ومع الفلسطينيين الموجودين في لبنان قد ايه كمان انتم بتتواصلوا مع الفلسطينيين الموجودين بدول اخرى بمخيمات اخرى مثل سوريا والاردن وكيف بيكون في تواصل بيناتكم لحتى تكونوا عم تقدروا تكونوا فاعلين بالقضيه الفلسطينيه قصدك من الناحيه الثقافيه يعني ثقافيا اول شيء نحن انا عضو بالنادي الثقافي الفلسطيني عنا فرقة الدبكة الفلسطينية اللي بتحيي دائماً التراث الفلسطيني بالنسبة لتواصلنا مع شباب المخيمات الثانية دائماً عنا نشاطات مشتركة يعني يوم الكوفية يعني كل الطلاب اللي بيجوا من الجامعة بتسافروا ابتسام بتسافروا على غير بلدان لا من نحدد يوم مثلا يوم الكوفية يتحدد بجامعة بيروت العربية بجامعات بسوريا او بالداخل يعني في عنا نشاطات مشتركه بنحدد يوم نعمل نشاط مشترك بين الشباب كلهم وكمان بالنسبه كنت عم تحكوا بنقطه انه كيف شو السبل اللي عم نعملها لنكرس فكره حق العوده في احنا عنا نشاط بنادي الثقافه الفلسطيني عم نعطي ساعتين لكل يوم او مش كل يوم كل يومين بالجمعه لاولاد صغار نشرح لهم شو هي فلسطين قد ايه مساحة فلسطين من وين انتم من اي بلد بنشرح لهم عن بلدهم هي كلها بتكرس فكر حق العودة لهذا الجيل اللي شو بتعرفوا لهم فلسطين لما تشرحوا لهم عنها؟ نعم شو بتعرفوا لهم فلسطين لما تشرحوا لهم عنها؟ يعني اول شيء بنشرح لهم انه مساحة فلسطين اللي هي 27,027.9 فلسطين يعني كل واحد من اي بلد بنشرح له عن بلده نعم بنشرح له شو العادات والتقاليد تبعنا كل شيء بيتعلق بفلسطين مشاهدينا من برج البراجنة مكفيين معكم بعد البريك رجعنا معكم من جديد أهلا وسهلا محمد بدي أسألك عن بعض التقارير يلي خاصة بأوضاع المخيمات بلبنان قالت أنه هي المخيمات تحولت إلى أرض خصبة لانتشار الأمراض والانهيارات المنزلية شو رأيك بالموضوع؟ بالفعل مظبوط هي بالفعل مخيم اكثر زواريب ما بفوت عليها الشمس يعني بتعرفي الشمس ما بتفوت يعني تكاثر للجراثيم يعني امراض اكثر واكثر فهي وانهدام المباني كمان الرطوبه داخل زواريب المخيم عندنا هون بالمخيمات الثانيه اكيد بتاثر على قوه البطون او قوه الاسمنت المحطوط بالعواميد او باي شيء او باي مواد بناء بعدين الاهمال اللي صار عند الشعب انه نحن ما يلا مش قاعدين هون بدناش نضل هون طول الحياه ما احنا راجعين خلاهن اول شيء من الاساس ما يعمروا صح يعني احنا
يومين وراجعين على فلسطين، فطلعنا طلعنا بشيء، عملنا براكيه صغيره اول شيء، بعدين زينكو، بعدين عملنا كم حجر صارت غرفه، حمرنا حد ثلاث غرف وبعدين ثلاث غرف. طب والوضع الاقتصادي الصعب للناس؟ الوضع الاقتصادي هذا عن تجربتك انت كلاجئ فلسطيني في لبنان، يعني انا هسه هاي السنه اللي عم بدي اتخرج من الجامعه، فعلى امل يعني زي غيري، على امل انه بس اخلص انه تكون سمحت لنا الدوله اللبنانيه انه نصير نشتغل، اعطتنا حقنا بالعمل يعني، ولنصير نشتغل يعني. وانت ما بتتملك اصلا كفلسطيني؟ لا ما فينا نتملك برا. طب شو رايك انت بهذا القانون؟ والله رأي جميع الشباب، يعني اللي بيقدر يعمر داخل المخيم عم بيعمر عموديا، ما احنا متوسع عموديا زي ما شايفي ورا، متوسع عموديا ما متوسع افقيا يعني على الارض. يعني بدك تتملك حقي؟ اتملك حقي وين ما كنت، اذا انا لاجئ، اذا انا مؤقت، طرد مؤقت بهالمجتمع اللبناني، لازم حقي اشتغل وحقي اتملك زي اي لاجئ تاني بسوريا ولا بالاردن. انا يعني لازم اخذ حقوقي زي كمان. انت في لبنان كمان ابتسام كمان عايشه بلبنان، بلبنان ما في ضمان صحي، ما في شو كمان الظروف الصعبه اللي عم تعاني منها؟ مزبوط، يعني انا بشغلي انا الوحيده اللي مش مضمونه صحيا بين كل زملائي، مع انه هذا حق طبيعي لكل موظف بيتوظف هون بلبنان، بس بالنهايه الفلسطيني عنده حاله استثنائيه هون بلبنان، يعني كل قرار بيطلع بيستثنى منه الفلسطيني، منا حق المواطنه للام اللبنانيه، انا امي لبنانيه، طلع قرار بحق الاقامه لثلاث سنين مجانا لكل حدا امه لبنانيه، استثنى منه الفلسطيني، يعني انا كل سنه بحاجه انه ارجع جدد اقامتي هون بلبنان، انه انا خلقت بلبنان وامي لبنانيه. فهذا بالنسبه لقرار الضمان الصحي، يعني الفلسطيني دائما يستثنى من هاي القرارات. احمد الامين، محمد كان عم يحكي عن مخيم البرج البراجنه والاوضاع الموجوده فيه، ان كان الوضع الاقتصادي او الاجتماعي، كمان بدي اتوجه لك بنفس السؤال، متى يختلف مخيم برج البراجنه عن مخيم البداوي او غيره من المخيمات بلبنان؟ هلا كثافه سكنيه بيختلف بعدد الاشخاص فقط، بس كمعاناه مخيم ابدا ما بيختلف بشيء، يعني نفس المعاناه بتكون، يعني احنا شوي بيختلف عنا الوضع المخيم بعد احداثنا بالبرد، يعني كان قبل عندنا المخيم عباره عن كيلو متر واحد بيحوي 17000 نسمه، بعد احداثنا بالبرد هلا صار يتعدى 32000 تقريبا كيلو متر واحد، فهذا اختلافه بس من ناحيه العدد السكاني، بس كوضع معاناه مخيم بعتقد. انت كشاب من شو بتعاني اليوم؟ شو هو اللي ناقصك؟ داخل المخيم عم تحكي لي ولا كمعاناه كشاب؟ كحياه لاجئ فلسطيني في لبنان. صح. شو ناقصني بلبنان؟ ما ظني في شيء موفر لي كفلسطيني بلبنان، عم بحس بناقص كثير وعم بحس فرق كبير بيننا وبين الدوله، يعني انه ابسط حقوق المنظمات ما فيها تؤدي كل متطلبات الشعب الفلسطيني في المخيمات، كان صحيا او ثقافيا، وحتى بالمدارس في تضخم بعدد التلاميذ على عدد الصفوف والمدرسين الموجودين، يعني في مشكله حقيقيه. تقليص المنظمات بس مين بتقصدي انت بالمنظمات؟ لانه مثلا وكاله الغوث هلا يعني ما بعرف انت اللي انا شايفه هلا من خمس سنين بتطالع تقليص وكاله الغوث بشكل مش طبيعي يعني لخدماتها. طيب اللي في مطالبه اسرائيليه بهذا الموضوع، على فكره في مطالبه اسرائيليه بهذا الموضوع تقليص؟ ايه طبيعي، ما هذا لانه بيعتبروا انه وكاله تقليص وتجهيل الطلاب اللي عم بيصير عنا، يعني هلا بتطلعي حتى بالبرنامج التعليمي اللي عم بيكون موجود في فرق بين قبل وهلا كثير، يعني هلا بتطلع عنا نسبيا، يعني هلا في عنا شيء اسمه صار مبتكر اسمه ريميديام بالصفوف بالمدارس عندنا، هذا احنا ما كنا نسمع انه نسبة الطلاب الأمية صار عم بيطلع عندنا يعادل 60 يمكن 40% بعتقد الطلاب الأمية اللي عم بيطلعوا، يعني عم بيصير للصف الخامس بيكون بعده ما بيعرف يقرأ ويكتب، طب هذا مين بيتحمل عاتقه؟ مسؤولية مين؟ طب هو اللوم على مين؟ إذا الحكومة اللبنانية، إذا المواطن اللبناني يا دوب عم تقدر هي تأمن له الاحتياجات اللي خاصة فيه، إن كان على قطاع التعليم ولا القطاع الصحي، محمد على مين اللوم؟ على الحكومة اللبنانية أم على المنظمات الدولية اللي هي ما عم تقدر تقوم بحقها؟ على مين بدك تلقي اللوم؟ اللوم على الكل، بس اللوم الأهم هلأ حالياً في ظل وجود السلطة الفلسطينية هي، واللوم على السلطة هي اللي ما عم تعرف تقوم بواجبها اتجاه المواطن اللبناني، إذا بيعتبرونا مواطنين عايشين في لبنان، نحن لسنا لاجئين، نحن عائدين ولسنا لاجئين وباقين، هم يمثلونا فأعطونا أبسط حقوقنا التعليم والصحة.
طيب. ثم نذهب الى وكاله الغوث. بس سؤال محمد، بتعتبر انه المشكله اللي كان عم بيحكي عنها احمد اللي هي مشكله كمان المشكله الثقافيه بالمدارس، هل هذا الشيء كمان عم بيزيد من بؤر العنف او بؤر اذا بدنا يعني صار فينا عاطلين عن العمل ما عم يعملوا شيء ممكن يتوجهوا الى امور اخرى، هل طبيعي. هذا سبب اسح؟ طبيعي طبيعي بطبيعه الحال زي ما قلتي قبل كنت عم تسالي كمان احمد انه اسرائيل طلبت من الوكالة الغوث انه توقف نشاطها داخل مدارس الانروا ومطلبات انه عم بتكرس لانه حق العوده. مزبوط صح، عم بتكرس حق العوده، فهي عشان ما تخسر وهي اصلا وكالة الغوث هي عن طريق صهيونيه، ما بدي اقول اسرائيل اللي انا اعترف بها، اجت عن طريق جماعات صهيونيه لتنسي الشعب اصلا بالحليب وبالرز وبالاعاش وبكره الاعاش وبالتعليم الاولي. لما كنت انا صغير كنا ناخذ تاريخ وجغرافيا فلسطين بقلب المدارس، هلا حاليا كان اساتذه يعطونا اياها من مالنا الخاص هاي الحصه، يعني هاي كانت اجباريه لنا. هلا بالوقت ما عم نلاقي جغرافيا تاريخ فلسطين، حتى ما قادرين ناخذ قرار نرجعها لانه في حرب ثقافيه على هذا، في حرب ثقافيه بالفعل. هاي هي ووكاله الغوث بدهاش تخسر الصهيونيه، عشان هيك بلشت تقلل هي قليله، وبلشت كمان تقلل كثير، يعني بطلت تعطي اهتمام للطلاب للصغار الفلسطينيين. طيب محمد، 79 مهنة بلبنان ممنوع منها فلسطيني، في الأردن الوضع نفس الشيء؟ يعني أنا بصيرش أحط عقد المقارنة بين الوضع اللي في الأردن والوضع في لبنان، يعني أخوتنا في لبنان يعني أكيد هم الله يعينهم. إحنا يمكن كل بلد كل منطقة لجوء اختلف فيها وضع اللاجئ الفلسطيني بسبب الوظيفة السياسية للبلد اللي استضافه. لبنان التعقيد اللي مشهور على التعقيد الطائفي اللي خلى حتى المسيحي الفلسطيني أحيانا يشكل عبء بالنسبة لذهنية معينة. في الأردن الوضع بيختلف طبيعي، لأنه 48 صادفت تأسيس الدولة الأردنية وقتها. سوريا بالوضع كمان، يعني ما بعرف انه كان الدولة متبنية النهج القومي اساسا من بداياتها، خلت انه الوضع الفلسطيني يختلف فيها، مثلها مثل العراق اللي شفنا بعد اختلاف الوظيفة السياسية في العراق شو صار في الفلسطيني. حتى اللاجئ الفلسطيني جوا فلسطين في مناطق الضفة الغربية مش منيح، وضعه مش مرتاح. بعرفش الأونروا زي ما حكى محمد كثير، يعني بسبب ضعف نفوذنا السياسي، ضعف إصرارنا على حقنا خلاها تتمادى، وخلى يعني بعتقدش إنه الصهيونية كثير يعني مش قادرة تأثر عليها أصلا. الأونروا انخلقت من الأمم المتحدة مشان تلطف شوية من حالتنا، يعني بعد ما طردونا ما في بالضبط بدهم يشكلونا شوي. حاليا قاعدين يفرضوا علينا شغلات وقحة كثير، زي مسألة الهولوكوست، هي انه بدرسوا الفلسطينية في المدارس اللاجئين الهولوكوست. طب انا ايش دخلني في الهولوكوست اذا صحيح في هولوكوست بين قوسين؟ يعني مش مقريني عن مجازر اللي صارت في فلسطين، بتقريني عن فبركة اعلامية اكبر كذبة في التاريخ انا بعتبرها، ما يسمى المحارب في المانيا. ليش؟ في ضعف بصير، في عدم تنسيق بين الفلسطينية. لازم الفلسطيني اللي في الأردن يألم لنفس الوجع اللي بصير للفلسطيني في لبنان، مشان هيك بصير الترابط بيننا، هيك يعني في ناس بيسموها يقرب للوجع. ماذا تعني يعني؟ كيف يعني يقرب للوجع؟ يعني شو بدي، في ناس بيسموها يعني في خطاب بصير أحيانا بتشوه شوي، فبسموها القومية الفلسطينية. انه القوميه الفلسطينيه على اساس انه مندثر على اكبر مساحه في العالم، يعني زي ما صار عند اليهود في الصهيونيه اللي قدرت في سنوات قليله، او يعني هي مساله محتاجه كثير جهد، قدرت تعتبر نفسها ممثل شرعي لليهود، مع انه اليهود يعني زي اللي بتربط لي يمني مع امريكي، ما كيف زبطت معاهم لغه، وحتى شو اسمه تقاليد دينيه بتختلف كليا بين اليهود اللي هنا واليهود اللي هنا، زبطت معهم، احنا مش قادر تزبط معنا. منظمه التحرير مش قادر تزبط معنا. ليش مش قادر تزبط معنا؟ لانه صار في خيانات سياسيه، لانه في صار تآمر على الميثاق الوطني الفلسطيني، تم تزوير لشرعيه الشعب الفلسطيني. هاي من منظمه التحرير اللي بحاجه ما بعرف
إزالة وإعادة بناء من أول وجديد ولا إصلاح من الداخل. هون بصير عندنا الترابط الفلسطيني. أنتوا برأيكم أنه لازم الفلسطيني لما يكون موجود ببلد آخر هو لازم في بظل أزمة بهذا البلد لازم هو يكون على الحياد أو لا حقه يأخذ موقف؟ لا لا أفضل أنه يكون على الحياد. هلا هو السياسي إذا مع أو ضد من قبل الأحداث يعني. بس محمد الفلسطيني هو جزء من النسيج الوطني تبع البلد اللي عايش فيه، ليش بده يكون على الحياد؟ جزء بس جزء مدني، جزء مواطن. لا يمكن بالأردن بيختلف هذا الشيء. بس بالأردن وبسوريا هو جزء ونسيج مدني يعني صار داخل ما فيك تفرق فلسطيني عن سوري بسوريا. هلا بالأردن هو حاصل على الجنسية أصلا يعني معظم الفلسطينيين حاصلين على الجنسية، بسوريا الفلسطيني له كامل حقوق المواطن السوري باستثناء حق الانتخاب. يعني باستثناء حق المشاركة بالعملية السياسية ما بيحق له ينتخب طيب الفلسطيني. ما بينتخب لأنه له أرضه يعني. هيك كمان عم بحمسوه أنه أنت لا تنتخب بأرضك، أنت ما جاي تنتخب، أنت إلك كامل حقوق شرعي بحق العودي يعني. هذا أنا بعتبره تأكيد بحق شرعيتك بحق العودي. لأن هلأ أنا إذا أعطيتك كل هاي الحقوق لدرجة أنه خليتك عم تنتخب وصرت عم تترشح هون بهالبلد، معناته أنت ما عاد في شيء، ما عاد في داعي ترجع فلسطين. فأنا هذا الشيء أنا كثير بحترمه من سوريا يعني صراحة. بس نحن عم نحكي كمان بظل الثورات العربية يعني شو صار في العالم العربي، الفلسطيني كان جزء منه، في أي بلد كان موجود هو كان جزء من الحراك. أنا معك عم نقول نحن يعني ما بننكر الإيد المدت لأن بوقت نحن كنا بحاجة إنه حدا يتغمرنا بالحنان أو شيء، بس نفس الوقت نحن كفلسطيني اليوم بأي مكان عم نكون خلص مفهوم العام يعني حتى بالدول العربية فلسطيني مخرب، فلسطيني إرهابي، فهي كمان إحنا مشكلة قضية تعبنا منها شوي يعني صراحة. يعني حتى لو كنت بأي اتجاه كنت عم تتوجه حالك فعم تبقى أنت خطر، يعني ممكن يتركوا كل المواضيع اللي صارت بكل العالم تطلع أنت بس كفلسطيني أنت المخرب، أنت اللي عامل هيك شيء، أنت اللي موسع الدائرة هاي، أنت اللي مكبر كل هاي الأمور. ليش؟ هذا اللي عم يحصل بكل الدول بكل وين ما كان يعني بتطلع بأي شيء عم بيحصل بيتركوا كل الإعلام ما بيسلط إلا على الشخص، على الشخص الفلسطيني. أي جريمة بتحصل أو أي شيء بيحصل بيتركوا كل الشيء اللي حصل بيتركوا بس بيسلط بس الضوء على الفلسطيني. مفهوم العام إنه فلسطيني إرهابي، فلسطيني مخرب، حتى بالدول العربية مش بس الدول الأوروبية. ممكن إحنا شوي صرنا عم نحترم شوي الدول الأوروبية يمكن لأن عندنا الجنسية الأوروبية، فحتى بالدول العربية هذا الشيء موجود. يعني هلأ هون موجود مثلا بلبنان موجود فرع الإرهاب الفلسطيني. طب يعني انه شو معناته انه يعني خلص مفهوم العام انه الارهاب الفلسطيني انه ولو لهالدرجه بالاردن موجود هذا الشيء كمان، ما بعرف اذا بسوريا موجود كمان يمكن بعتقد موجود بسوريا، فبكل الدول العالم موجود. يعني انت خلص معول عليك او مفهوم العام عندك انك انت كارهابي، فانت اذا اندمجت بضمن هذا العمل ما حتسلمي ولا من هون ولا من هون، على كل الاحوال مش سلماني يعني. فانا اتمنى انه نكون شوي على الحياد هذا الموضوع، مع انه حتى اذا بقينا على الحياد كمان مش خلصنا. ابتسام وصلنا لنهايه الحلقه، بدي اسالك العودة إلى الأراضي الفلسطينية هل هو حلم أو هو يقترب من الحقيقة بالنسبة إليك؟ أنا بالنسبة إلي يقترب من الحقيقة، يعني بعد ما عاش الشعب الفلسطيني نكبة 48 وانتفاضتين وثورة فلسطينية وحروب لحد هلأ بعد عم بيعيش الشعب الفلسطيني، ما لازم نتخلى أبداً عن هذا الحق، بالعكس لازم يعني نقاتل مشانه أكتر. محمد يلا حننقل عم نختم لأنه بدنا تجاوبوا على سؤال مايا، هل هو حلم أم اقترب من الحقيقة؟ هو حقيقة أقرب إلى التحقيق، ببساطة ما دام توفرت الظروف الموضوعية اللي هي بتتمثل في وحدة القرار الفلسطيني وعودته إلى الصواب إلى جادة الصواب ويعني انسجام مع المحيط العربي، إنه لأنه بتوقع أنه بختلف مع أخي أحمد محمد في مسألة أنه صعب أنه فلسطين أو أي أرض محتلة بدون وحدة العرب بدون مشاركتهم، لأنهم يعني ساهموا في ضياعها ولازم يساهموا في عودتها وفي بجرحها. أحمد كمان نفس السؤال، حلم أو حقيقة؟ أكيد حقيقة واقع يعني موجود، هذا ما ظن في حلم بعودتنا لفلسطين. اقترب؟ اقترب؟ ان شاء الله اكيد، احنا بنقول ان شاء الله باذن الله بسواعد الشباب الشيء اللي عم نشوفه هلا وعم نسمعه ان شاء الله بالحاله بالاوقات الحاليه، فبنحس ان شاء الله صرنا قريبا ان شاء الله. محمد لك كمان. انا ارى حق العوده قاب قوسين او ادنى من عندي، يعني انا متفائل كثير الحمد لله بهي الانتفاضه الحاليه واللي كانت ولسه والكفاح المسلح اللي دائما قائم هون عندنا بمخيماتنا وبالداخل، ولازم الواحد الصف العربي
والفلسطيني اول شيء لنقدر نوصل لهذا الشيء ان شاء الله. بصير لهون حلقتنا بتكون وصلت لختامها اليوم، على الرغم انه ما حدا فيكم شاف فلسطين على الواقع، ولكن من الواضح ان البوصله ومن الواضح انه العوده الى هو الهدف الاسمى للكل. بتشكر ضيوفنا لهالحلقه ابتسام فلسطينيه مقيمه في لبنان في البقاع، محمد لافي فلسطيني من الأردن، أحمد الأمين فلسطيني من مخيم البداوي، ومحمد سلام من مخيم برج البراجنة اللي نحن موجودين فيه. شكرا لزميلاتي وصديقاتي رويدة ومايا. حلقة شباب بالعربي من برج البراجنة انتهت، موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس الوقت. سلام شباب بالعربي.